يعني. والحقيقه في وجود وليد سليمان وحسام عاشور تحديدا اثنين من العيار الثقيل هم اللي هيقدروا يقودوا الخليط الموجود. وطبعا كابتن احمد فتحي انا بتكلم يعني على العمودين اللي ورا بعض لانه ده اللي هيبقى عنده كل الشغل علشان نغمه رادس ملعبنا عشان نغمه الاهلي وتوج في تونس. الاهلي وتوج في اي مكان بالزبط. الاهلي توج في كوتوكو في العام 82 مع اول بطوله ومع من؟ مع فريق كان يقوده محبوب الخطيب. كل طبعًا. سنه طبعا والكابتن احمد الخطيب طيب بكل خير وسلام. وبالتالي النغمه دي قلت واصبح هناك مكانها جماهيريا كمان. فرقه الكوره عندها من الثقه ومن الطموح ومن الخبرات اللي تقدر تبني عليه. لكن النغمه دي كانت اعلاميا ظللت شويه كده حتى من قبل مباراه الدور قبل النهائي. تمام. وبالتالي بدا اغلب اعم الاعلام يعي المرحله دي كده. مجلس الاداره ورئيس النادي اكتفوا بالمتابعه الدائمه، رفض حتى محمود الخطيب ان يحتفل زملائه معه بيوم ميلاده. دي حقيقة. واخد بال حضرتك للتركيز ومزيد من التركيز. تخيل كلهم في عمله ومن ثم الفريق والجمهور الان لازم هو كمان يبقى عامل زي اللي بيتمرن اخر تدريبات الجمهور بالزبط. نفسه بالزبط. ما يبقاش رايح مستعد الا لحماسه دائمه أملي. املي ان المره دي تبدا في الدقيقه صفر اللي هي دقيقه ما قبل السنتر يعني. هنرحب بلاعبتنا على التسخين، هنرحب بالضيوف على التسخين، لكن شويه هدوء ويبدا مباراه الجمهور مع اول دقائق المباراه. بالزبط. دي الحاجه الوحيده اللي جمهور الاهلي بيعملها بحب وجمهور مصر الحقيقه اغلبه. أكيد. اللي هو تروح من الظهر تشجع اللي بالليل مع الماتش، متعودين على كده. مع الماتش بتحس بحاله ايه؟ هدوء. الا بقى تحفيزا تلاقي جنب من المدرجات او من الجنب الثاني. لا، عايزين المره دي نخليها اكثر احترافيه، خاصه ان الجمهور هو صاحب الصيحه التاسعه يا اهلي هاتها يا اهلي. وبالتالي اعتقد ان المباراه محتاجه منتهى التركيز. عن الفنيات ما شاء الله حدث ولا حرج، لكن تبقى ان الترجي مش الترجي اللي كان مع خالد يحيى. الترجي باداره فنيه وطموح جديد جدا هو اللي جاي المره دي يمارس عليك ضغوط انه انا اللي جاي لك برج العرب وفرصتي الثانيه في نصف المباراه الثاني في تونس العاصمه في استاد رادس. طيب بمناسبه برج العرب واستاد رادس، هل الاجواء اللي ممكن بعض الجمهور بيفكر فيها الاجواء التفاؤليه بالتحديد، النادي الاهلي دايما بيكسب في رادس، الترجي كمان بالنسبه لجمهور الترجي بيفكر ان هم ما بيخسروش اطلاقا في برج العرب مع منتخب مختلف الانديه اللي لعبوها هنا في مصر في برج العرب، شايف الجزئيه دي بالتحديد ازاي؟ ما زي ما قلت لحضرتك شايف ان احنا لازم نكسر حاجز الافكار الطيبه وجميله. عوايدنا طبعا امور عاديه لكن تمام. لكن الطبيعي ان الاهلي يفوز في اي ملعب. الجديد ان يفوز الترجي على انديه بحجم الاهلي في ملعبه، ده اللي كان بيبقى جديد. او تصادفك فرقه يعني بلغه الكره تعقر شويه او هزيمه يعني ما كنتش متوقع. لكن فكره انه انت تلجا ليها سلبا او ايجابا يعني تخشى الترجي لانه ما بيخسرش هنا او تقول لا رادس ملعبي، الفكرتين كلاهما مرفوض تماما. واعتقد ان نجوم الاهلي زي ما قلت لك بقياده الكبار الثلاثه تحديدا اللي قلناهم يعني اكيد ده لب الموضوع بالنسبه لهم بعد التكتيك وبعد التاكيد على الخطط وطريقه اللعب وكل ده. طيب عايزين نخش في المباراه شويه فنيا والعوامل النفسيه اكيد الخاصه بالفرقتين قبل المباراه المهمه دي. تحديدا عايزك ابتدي بالنادي الاهلي اللي كان عنده مباراه اخيره امام الوصل في البطوله العربيه. شايف التعادل بالنسبه للنادي الاهلي 2-2 ده ممكن ياثر على اللاعبين نفسيا قبل المباراه وموقعها مهمه جدا امام الترجي؟ بالعكس، التعادل هي مش نقطه افاقه لانه الاهلي ما كانش يعني رايح في اغماء مثلا فاستفاق. لا، هي زي ما بتقول حد ايه كان محتاج حد يقول له يلا بينا ليه؟ لانه هو بقاله وقت طويل شغال. بمعنى انت في مربع اربع بطولات عمال تخبط في الركن ده والركن ده والركن ده والركن ده، يعني مقفول عليك في مربع عمال تلف جواه. وبالتالي ما كان للاهلي ان يرفض استكمال البطوله العربيه. ايه؟ لانه دي بطوله بات ليها رصيد كبير قوي وليها اهداف كتير قوي، واهمها انها طلبت ود الاهلي. تمام. اول ما رجعت طبعا. وبالتالي كمان جوائزها متعاظمه. أكيد. الاهلي نادي مؤسسي محترف، ومن ثم ما كانش ينفع ما تلعبهاش، مش الماتش ده يعني ما كانش ينفع ترجئ المشاركه فيها. تمام. وكان يجب على مجلس الاداره وده اللي عمله انه فريقه المحترف يلعب كل البطولات التي تلتقيه. صحيح
مع انتهاء ان شاء الله العرس الافريقي، ونامل ان العروس بقى السمراء تيجي مع امرنا الاحمر ان شاء الله، يبقى فيه لود اقل، فتعرف بقى انت ناقصك ايه، واللعيبه يبقى عندها شويه استشفاء، يبقى عندها يعني مراجعات لجزء فني. لكن يعني اتت الرياح بما تشتهي بقى، مش لا تشتهي، اللي هي فكره انت واجهت ثلاث فراوده برازيليين زي اغلب محللين القناه وبعض نجوم الكره ما قالوا، فوقوك شويه لانه تقريبا اكنك اتمرنت للترجي في الشق الهجومي، وده اللي ممكن يعملوه في برج العرب، اللي هو يستنى ويحاول انتزاع هجمه هنا وهجمه هناك، لانه ما تصدقش على الاقل بتحليل المتواضع ان الترجي سياتي للهجوم من الدقيقه الاولى يعني. لا طبعا. وبالتالي اعتقد ان مباراه الوصل كان فيها ايجابيات اللي الجمهور شايفها سلبيات، اللي يشوفها ايجابيات وسجلها الجهاز الفني واللاعبين، عرفوا ازاي ممكن ياخدوا نفسهم، ازاي ممكن يستدرجوا فكره القتال بقى على مدار الشوطين، شوط هنا وشوط في الترجي، وبالتالي الخوف كله ان الجمهور هو اللي يبقى رايح مطمن مش الفرقه. طبعا. واملي طبعاً ان الجمهور يبقى محب محترف في اليوم ده. اكيد ان شاء الله باذن الله، لكن انا في جزئيه بس عايز اسال حضرتك فيها، وهي خاصه بالموجات الانتقاديه اللي شفناها بعد مباراه الوصل، وحضرتك اتكلمت في الجزئيه دي بالتحديد بشكل مميز جدا. مش وقته خالص ان احنا ننتقد حد من اللاعبين، ننتقد مركز معين، نتكلم على اللاعبين. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ انت وما لديك وكل الفرق في العالم ما ينفعش تقول تعاني. لديها يوم لاعب في قمه مستواه، ولديها يوم هو في المتوسط، ولديها يوم هو جيد، ولديها يوم هو اقل من المتوسط. فانت ايه اللي ممكن تستدعيه وانت بتحلل اداء فريق بيشارك في اربع بطولات، عنده من الاصابات ما يكفي فريقين كاملين، عنده من ما يمكن ان يكون ذخيره الكثير، لكن القيد بقى ده مقيد عربي وده مقيد افريقي وده مقيد محلي. بالزبط. عندك ثلاث انواع من القيد. مش عارف الانتقاد كان على اساس ايه بالظبط، قد يكون هناك بعض المحاذير زي ما قلنا، او تقدر تكتب ملحوظات، لكن لما توجه انتقاد للاعب انه هو انت صحيت فجاه بعد سيزون ونص اللي فات وبطوله عربيه شغاله لدور ال 16 وجاي فجاه تقول امير او عصام هو لاعب جيد ام لا؟ لا طبعا، اكيد فيها تقييم، بيبقى تقييم مرحله، اكيد فيها ضبابيه بالظبط، مع الاخذ في الاعتبار انه اللاعب لما بيبقى بره الجيم لازم بيبقى اقل شويه. هي صحيح دي مش عاده اهلاويه، كان لاعب الاهلي في شوية مشاكل في البدلاء، يعني مش عشان مش على نفس المستوى، لا عشان الروتيشن نفسه لفكرة القيد، وبالتالي كان دايما اللعيب يجي من على دكة البدلاء تلاقيه 90%، المرة دي من 60-65، فبيفرق طبعا، لكن مش الكل. وبالتالي الأهلي بيعوضها باللعب لغاية ما يركب الأتوبيس، يعني اللي هي العادة الحمراء انك بتلعب طوال المباراه لغايه ما تروح. وكبار من المدربين حتى وهم يفوزوا على الاهلي يقول لك لا تضمن الا عندما تذهب الى العشاء انك انت انهيت مباراه بنتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي المصري. طيب، فدي عاده مهمه جدا. لكن هذا الانتقاد برضه اعتقد انه يتحول لبعض اللاعبين لحوافز، لان هو كويس مدرك انه لازم يقدم مستويات طبيعيه يعني. وفي الاهلي لا يوجد حساب بالقطع، ده اللي بيطمن النجم او يخلي الاهلاوي المتفرج العاشق ما يخافش على النجم، لانه مش حد بيسمع لحد. الاداره فنيه واداره اداريه، يعني ما يسمى الاداره بالاهداف. طيب، اتكلمنا عن المباراه، بس عايز اتكلم بالتحديد عن اللاعبين يا استاذ عصام. وعندنا يمكن لاعب الفتره دي في قمه توهجه هو وليد سليمان، بصراحه الراجل بيقود النادي الاهلي بشكل مميز جدا على مدار الفتره اللي فاتت كلها من بدايه الموسم في مختلف البطولات. شايف ان وليد سليمان هيكون العنصر الابرز بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ولا المباراه دي ملهاش مقاييس بالنسبه للاعبين اللي ممكن يطلعوا؟ الاهلي لم يعتاد حتى مع اساطيره الكبيره ومنها طبعا محمود الخطيب ان يركن الى لاعب، لكن قد تكون يعني واحده من الافكار النميسه انه بيبقى عندك سوبر نجم. تمام. لكن وليد انا يعني وانت بتكلمنا لما ابتسمت افتكرت زميلي وصديقي العزيز علاء عزت مسميه خاتم سليمان. يعني وليد سليمان بقى بيجيب جول بدماغه، وبقى بيجيب جول برجله اليمين، وبقى بيقطع من ورا الباك. طبعا دي لقطات لوليد، يمكن هو جاب جول كمان في الترجي، لكنه المهاجم رقم 10. بالظبط. وبالتالي لا هو فايق، هو يعني بيقدم نفسه الجمهور الاهلي اللي ما بينساش لوليد انه ساب
قرابه ال 2 ل 3 مليون انا فاكر كويس قوي علشان يرتدي. كانت قصه كبيره جدا الشعار الاحمر وقصه الكل يعني يعلق يعني كان اسس بغبن تجاه المنتخب وبالتالي يقاتل من جديد من اجل اثبات. دي النقطه كنت عايز اسالك فيها بصراحه استاذ عصام، هل عنصر السن في حاله تالق لاعب زي وليد سليمان وزي احمد فتحي ممكن يحكم الجهاز الفني المنتخب ان هم ما يدومش لاعبين خبره زي دول؟ واكيد اللاعبين المتواجدين في صغار السن في المنتخب اكيد محتاجين ان هم يستفادوا من هذه الخبرات. طبعا لكن هي الحقيقه مع النزول بمعدلات السن ظلم وليد مش ظلم احمد فتحي. احمد فتحي ادى ما عليه وما لديه تمام، وبالتالي استمراره كان يبقى من بنات الخبره. لكن ماذا فعل وليد في حاجه منتخب مصر؟ وهو يذهب للمباريات اللي هتوديه افريقيا ومن ثم يبدا جوله اخرى من المنافسات مع التعديل مع يناير 2019. ليه لا؟ قال لك عشان السن. هنا مش هنثقل بقى لا على جهاز المنتخب لكن هنطالب وليد ان يظل في الصوره بالزبط. فقد تاتي اللحظه التي يحتاج منتخب مصر خاتم سليمان اللي هو وليد سليمان. وبالتالي ظلموا جدا تخفيض معدلات العمر. انا اجزم انه الوحيد حتى ما يعني مش خسارتنا لنجوم كبار زي فتحي وغيره لكن ابتعادهم يعني اقصد انما ابتعادهم سنه حياه معقوله طبيعي. الا وليد بقى هو ظلم فعليا يعني. يعني شايف ان هو حق ان يكون متواجد في المنتخب فترة. مؤكد على الاقل فيما لدى المنتخب من مهمات حاليه انا بقول لك قريبه زي بطوله افريقيا هو ده هو ده هو ده انت واخد لاعب سوبر على كل ما هم دول الافارقه ولا وليد بيلعب مين؟ بيلعب الافارقه اذا اصبح لديه حتى ثقل معنوي هم كده كده بيسموه الحاوي هو واحد من الفرق في كاب بتخشاه اساسا أكيد. فما بالك وهو في قمه تالقه وازدياد خبرته الى يعني سده المنتهى الكرويه تمام. غياب مفتاح مهم جدا زي علي معلول في مباراه نهائيه زي دي ويمكن هو الراجل مش محظوظ شويه السنه اللي فاتت برده كان صحيح. اصيب بس هو برده هل ده ممكن ياثر ما اعرفش ليه بيسيب نفسه لفكره عدم التعافي الكامل بشخصه من الاصابه يعني يمكن لهفه على اللعب يمكن لانه يعني مع منتخب تونس هو منتخب كبير ومع الاهلي كبير القاره ما بيبقاش عايز يريح سنه يعني شفناها مع نجوم كتير مصريين وعرب قبل كده يعني. اللي هي مش عايز يتعافى 100% فبيضطر يقول عايز دايما يبقى رجله في الملعب يبقى رجله في الملعب لكن مع انضباط قلبي الوسط يعني بتعويض قائم ان شاء الله ايمن اشرف يقدر يدرك طبعا لاعب مميز جدا المساحه دي ان شاء الله يعني ان شاء الله لانه يعني اكتسب بقى من الخبرات الكثير كمدافع وبالتالي لما بيعود للمركز اللي بدأ فيه كمدافع أيسر لا بقى فيه إفادة واعتقد ان الراجل بيعرف يعمل توليفة. بص الفرنسويين من ايام ايمي جاكي وفرنسا 98 اعتمدوا زي البرازيليين على منهج لعب يعني فكلهم بيلعبوا بطريقة ديدييه ديشام من سنوات طويلة ما كناش شفنا الاهلي قبل كارتيرون بيلعب بثلاثة يضغطوا على واحد اللي هي عنكبوتية كان عملها صح دونجا لما مسك البرازيل وقبليه روبرت كارلوس ألبرتو بيريرا وطورها دونجا لكن بقت سمة كروية فرنسية أعتقد أنه هو بيشتغل ده فبيعوض التأثير لغياب لاعب مثلا تديله تقديرا 9.5 زي علي معلول لما تستبدله بأيمن أشرف نتاج الخبرة تلاقيه مثلا 9 ل 8.5 الفرق ده يمكن تعويضه تمام. كمان عودة بعض العناصر المهمة من الإصابات يعني عندك خلاص حسام عاشور جاهز يمكن بالزبط. هو خلاص جاهز مؤخرا بقاله يعني ماتش أو حاجة عندك كمان عودة سعد سمير مهمة جدا عمرو السولية اللي يمكن كان غايب لفترة وشارك في مباراة الوصل ومباراة ودية كانت الأهلي عودة بعض العناصر أكيد هتكون مهمة جدا يا أستاذ عصام. بص حسام عاشور يعني زي ما قلنا على وليد واحمد فتحي في لعيبه كده تجرد خارج السرب خلاص امتلكت ادواتها وبقت من اهم وسائل الاداره الفنيه لقياده الفريق يعني. لكن طبعا عوده سعد سمير هي اللي هتوفر البديل الحيوي لانه البدلاء كثر لكن الحيوي هو ايمن اشرف جات واصبح لاعب عنده خبرات كبيره سعد بالظبط وسعد بقى في المساحه دي حتته بالزبط. وملعبه وبالتالي عوده دول مع السوليه لا طبعا وشوف القدر برضه رحيم علشان النادي بيبذل جهد إدارة وإدارة فنية وحتى جمهوره العظيم اللي بيتلهف لتقديم كل ما لديه تأتي فكرة إصابة يعني الراجل علي معلول في الوقت اللي سعد سمير يرجع بالزبط. تلاقي كده في يد القدر يعني بتخدمك طالما انت بتعمل اللي عليك بالظبط. اكيد اي حد يعني هيشارك في المباراه نتمنى له كل التوفيق ومهم جدا ان شاء الله ان هي المباراه مباراه 11 يختارهم الراجل بالظبط كده طالما
الحتت اللي كان بيبقى فيها تباديل وتوفيق، اللي هو تاخد واحد من جوه تطلعه بره او من بره تدخله لجوه الملعب، دي اللي كانت مش بتعمل هزه لكن بتبقى قسوه شويه على اللاعب اللي بيسموه الجوكر. تمام. مع انتظام الخطوط خلاص 11 واحد هيبداوا، واعتقد ثلاث بدلاء لو احتاجوا من الراجل، او انا ما بحبش كلمه البدلاء مع الكبار الاهلي والزمالك وكل الكبار، لا ده رصيد، ثلاثه من رصيدك اللي في البنك الاحتياط اللي بره ده يوفروا لك دعم اذا احتاجهم في اي وقت ب 90 دقيقه. طيب السيناريو اللي حضرتك تتوقعه للمباراتين بقى بشكل عام، المباراتين يعتبروا مباراه واحده، مباراه هنا في القاهره ومباراه في تونس، او مباراه بالظبط شوطين، مباراه في مصر ومباراه في تونس، السيناريو صحيح. اللي انت ممكن تكون متوقعه ممكن يكون عباره عن ايه؟ انا اتوقع ان الترجي هيبذل كل ما لديه من كره الشمال العربي الافريقي في عكننه فرقه الاهلي ومحاوله خطف هدف، مش هيفتح خطوطه ابدا. ده اسوء حاجه بصراحه، ما هو هي مدارس يعني اسوء حاجه بالنسبه لنا قصدي يعني. ما بقول لك هي مدارس لكن هم مش واخدين بالهم ان الاهلي بدا ينتصر على الحكايه دي بالزبط. بل على العكس احيانا بقى الاهلي بيعملها في ملاعبهم هم لما بيقدر يفوز ما شاء الله في ملاعب تونس، واخر مباراه وفاكس تيفا وليد احرز هدف مهم بالزبط. جدا، وبالتالي هو ده السيناريو، لان الكره في كل بلد لها سمه مهما حصل عليها تطوير لكن لا تغيير كامل يعني مفيش تغيير للاداء كاملا، تمام هتفضل بنفس سماتها. وطبعا هينتظر اما فرصه هنا بتعادل سلبي او خطف الهدف، ها ده اماله طبعا على ان يلعب الشوط الثاني في بلاده. الاهلي هيعكس الموضوع، الاهلي سيبحث عن هدف مبكر من غير فكره التسرع، تمام ده اللي انا قصده فنيا مهم قوي طبعا. ولا الجمهور يسعى لسربعه فرقته بالظبط، ليه؟ كل لحظه وكل فرصه بتفت من عدد فريق الترجي التونسي. يا رب ان شاء الله نتمنى الامور تبقى ماشيه بالشكل المطلوب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، كمان في ظل حضور عدد كبير من الجمهور يا استاذ عصام، من 50 ل 60 الف متفرج. جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عامل السحر في المباريات المصريه كمان بالتحديد زي مباراه الترجي. طبعا ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر المباراه واللي متلهف كمان على حضور المباراه بالمناسبه يعني؟ انا امنيتي الوحيده ان الناس ما تشجعش بدري عشان ما يتعبوش يعني؟ بالظبط طبعا احنا بنشوفها في الملعب، تمام ان الناس ما تشجعش بدري مره يصدقونا. طبعا طبعا الطله الاولى مع بدايه الوجود ماشي، تمام طله التسخين ماشي، طله الترحيب ماشي، لكن فلنتوقف نوزع المجهود يعني يا سلام زي فرقه الكوره ايوه ويبقى في كابتن كده للفرقه فرقه التشجيع يعني وفعلا يعملوا النوع ده من الالفه مع فكرة بقى اللي هو ما كانش بيعملها إلا جمهور الأهلي اللي هي فكرة موج البحر، شيء كده يحسس المنافس بالثقة مش بالاستهتار بيه، إن احنا جايين نتفرج على فرقتنا وإن شاء الله هتكسب. تمام. أعتقد إنه تنويع التشجيع ده بأهازيجنا وحركات الملعب الجميلة بتاعت جمهور الأهلي دي هي دي اللي ممكن تشغل إلى جانب طبعا لعب الفريق، تمام جزء من خيال بدلاء الترجي وفريقه في الملعب. تمام. طيب جزئيه اخرى ومهمه جدا وعايز اخد رايك في اهميه تواجد تقنيه الفار في مباراتي النهائي سواء في مصر او في تونس، وهي اول مره تطبق تقريبا في افريقيا بشكل كامل. انا مش عارف يعني حاولنا نعرف هم هيركبوا ادوات كتير ولا هتبقى يعني كده القد يعني. هو كان معانا استاذ امير عبد الحليم مدير تحرير موقع في الجول، يمكن قال لنا التفاصيل، وكان اتكلم مع احد المصادر في الاتحاد الافريقي وقال ان هم جايبين يعني حاجات كده تتشحن لمصر ولتونس. ما انا بقول لحضرتك لكن خلال تواجد ثلاث حكام، لكن ده مش كامل الفار برضه، مش كامل الفار طبعا، اصل صعب برضو يا استاذ عصام يكون متواجد الفار بشكل كامل، لازم كل التجهيزات كلها اكيد تكون موجوده. يبقى كان يجب انه ايه هيلجأوا له طيب بالكامل، ولا برضو زي ما هو مش كامل الفار مش هيلجأوا له بالكامل؟ لا هيلجأوا له، في كاميرات مخصوصه هتكون متواجده بالنسبه للفار وبالنسبه للحكام، 10 كاميرات تقريبا هيكونوا متواجدين بالنسبه للحكام الدوليين كمان اللي هيكونوا مميزين. انا عارف ان هم هيجيبوا حكام مدربه وهيجيبوا ادوات مهمه، تمام. لكن زي ما قلت لحضرتك مش 100%. فاتمنى انه العوده للفار تبقى في الالعاب الملتبسه الحقيقيه، تمام، مش كل لعبه زي كاس العالم، لكن لانه هناك التجهيزات اكبر طبعا، في استوديو خاص طبعا طبعا، وحوالي 12 كاميرا خاصه غير المخرجين الخاصه برضه، وبالتالي
اتمنى انهم يرجعوا له في الحاجات الملتبسه فقط. طيب يعني التواجد برضو التقنيه دي اعتقد هيكون مهم يا استاذ عصام، وخصوصا ان اخطاء التحكيم الافريقيه عارفينها بشكل كبير، يمكن المباراه الاخيره بصراحه تحس انها ما بتجيش الا على المصريين بالظبط، وكمان مباراه كل فرق جت على الانجليين بصراحه، وطبعا بتروح خبطه الاهلي ثم خبطت فرقه برضو المصريين بيحبوها لان طبعا او الاهلاويه يعني بلد يعني فلافيو وجلبرتو اللي هو اول اغسطس يمكن اتضروا جدا بصراحه في المباراه بتاعت الايام. هدف صحيح مليون في الميه، وبعدين كان في اخطاء على ال 18 كتير ما اتحسبتش بالنسبه للفريق الانجولي، فاعتقد هتكون حاجه مهمه جدا. وده اللي انا بقوله لك طبعا. عشان كده لا الكاف بيطور واحنا مش قلقانين، كل قلقك ارميه ورا ظهرك لان دي مباراه يا صديقي ما حدش بيبيع حد. ليه؟ الرجاله كلها موجوده والتقييم موجود وضيوف الفيفا، لا ما تقلقش. طيب ازاي نستفيد من تطبيق التقنيه المبدئيه حتى اللي هتكون متواجده في برج العرب بالنسبه لاتحاد الكوره؟ علشان احنا عارفين ان احنا يعني بنعاني من الاخطاء التحكيميه على مدار بطوله الدوري السنه دي بالتحديد بصراحه، مختلف الفرق مش الاهلي بس بالمناسبه. ازاي يتم الاستفاده من الجزئيه دي بالتحديد عشان نحاول ان شاء الله نطبقها بدايه من الموسم الجاي؟ الموضوع سهل، ناخد نسخه. ناخد نسخه زي ما بنقول لهم على الاحتراف، كل واحد يقعد يقول لك عايزين نعمل رابطه، لا نعمل لجنه. طب ما تسحبوا ورقه وترجموها، نفس الحكايه، شوفوا الفار ده بيشتروه منين نروح نشتري، شوفوا بيترجموه فين نروح نترجمه، خدوا نسخه يعني صوروا الاوض والناس واسالوا اتعلمت فين يا كابتن ومش يعني احنا بنصعب على نفسنا. لا يا امير الموضوع سهل وبسيط، لانه مع 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 كل تحديث ما بقاش في حكام غير حكامنا اللي بيتقال لها بر الامان وخلي بالك ويا ابني ما توجعوش قلبنا، مش الكلام ده. خليك جريء، خليك عادل، تمام. والاخطاء وارده طبعا، المشكله ناخد النسخه بس، دي الاستفاده الوحيده. ويدعو حكامنا لزياره التركيبات، على فكره لازم اللجنه تحضر صح التركيبات. صح، دي فكره مميزه جدا يعني، حابب تحاول تشوف الامور هتبقى ماشيه ازاي، الاساليب كل حاجه. انا مستغرب جدا لو ما كانش ده هيحصل، يعني انه انه يبقوا حاضرين التركيبات، عارف زي ما تكون بتغش ديكور لبيتك صديقك وانتوا لسه في سن الزواج فعمل شقته قبلك. لا الحاجات دي مهمه جدا، مهمه جدا، دي اللي بينتج عنها تحديث، وبالتالي ننتظر ان ده يحصل يعني، وامل انه يحصل. متوقع انه يحصل؟ امل انه يحصل. انا من امبارح اتكلمت في الجمعيه العموميه، الكابتن عصام قال لي ان شاء الله، بس ما اعرفش بقى ان شاء الله هيروحوا ولا ان شاء الله وخلاص يعني ولا ان شاء الله يبقوا يفكروا. بالظبط. بس نتمنى الاستفادة من كل كبيرة وصغيرة في حاجات تطور الكرة المصرية بشكل عام. مطلوب ايه يا استاذ عصام من الجهاز الفني واللاعبين في مباراة الذهاب الاول؟ خلينا نتكلم عن معاملتها ككل المباريات. لا الجهاز الفني في اختبار ولا نجوم الاهلي في اختبار. بالزبط. لكنهم يحتاجوا شجاعة النهائي، شجاعة البطل وفقط. يعني في جمل قليلة جدا عشان ما نقعدش نقول كلام ان هذا والكلام ده. تمام. بتتكلم عن فريق مش واصل بالصدفة، أكيد. عن فريق ابن النهائيات، عن فريق بتفلت منه يعني على دبوس صغير، واخد بالك؟ وبالتالي الموضوع سهل وواضح، العب يا اهلي بتاعت الجمهور دي اللي هي لعبك يا اهلي. بس ولا شيء. طيب اكيد شيء يحسب للجهاز الفني برضه يا استاذ عصام عودة الفريق للبطولة، يمكن احنا عارفين مع بداية دور المجموعات خسرنا نقطة. مباراة وتعادلنا مباراة، كان عندنا نقطة، مرة من الترجي خدنا تعادل هنا في مصر، وأمام فريق كامبالا سيتي في أوغندا خسرنا 2-0. أكيد شيء يحسب للجهاز الفني طبعًا. عودتهم للبطولة، شايف العودة دي إزاي وإنك توصل كمان للمباراة النهائية بالشكل ده؟ توصل للنهائية وتصعد أول المجموعة وكلام كتير يعني. هي الحكاية، الحكاية أهلاوية يعني، دي قصة الحياة، دي سنة الكرة الحمراء يعني. بالظبط. ليه؟ لانه الفرقه دي بالجهاز الفني الجديد كانوا عارفين ان مفيش قطع رقبه لو ما كانش وصل. بالمناسبه يعني بالظبط، دي حقيقه، اكيد ما كانش عليهم الضغوط الكبيره خالص خالص يعني، ما كانش الوصول او حتى المجموعات معناها نهايه المدرب الجديد او بعض اللاعبين. لا 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 لا، اذهب والعب باسم الاهلي بطريقه الاهلي، ثم النتائج بقى مع جنرال توفيق. لكن انت اديت ما عليك. تمام. وبالتالي دي اللي كانت النقطه الفارقه. تمام. اكيد شيء مهم جدا، وبصراحه حاجه يعني على يعني تقدر بالنسبه للجهاز الفني ان هو عاد للبطوله بالشكل المميز ده. طيب توقعاتك للنتيجه في مباراه الذهاب؟ انا عندي يقين، يقين ان شاء الله ان واللاعب اللي هيتالق كمان ان الاهلي هيكسب. لا المتالقين الجمهور اعتقد هتبقى يعني حسبه جماهيريه جدا، لكن سيظل وليد متالقا. وليد وازارو. وازارو وليد سليمان، وليد ازارو اللي هو التالق يعني، بمعنى
الافاده القصوى يعني، وليد او خاتم سليمان زي علاء ما بيقول، ووليد ازار. طب التحذير اللي انت حابب تقوله للجهاز الفني واللاعبين من فريق الترجي بالتحديد، هو ما تروحش وراه في اي عكنانه. وعندي كمان يعني مطالبه لكابتن التيم انه يروح على الوقت، يروح على العشر ياردة زي ما فرقه الاهلي بتعمل، ايده ورا ظهره بيكلم الراجل ويقول له هنا واقع، هنا لازم يقوم، هنا الساعه كام. الجمهور بياخد باله والحكم بياخد باله ان ده كلام الكابتن، ما حدش يزق حد وحد يقول لحد فيوترك. تمام، بس يعني اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. استاذ عصام بصراحه نورتني وشرفتني النهارده، وانا كنت مبسوط ودايما ببقى مبسوط لما تكون معايا يعني، واكيد شرف لينا كلنا. نلتقي بعد النهائي يا رب ان شاء الله، يكون النادي الاهلي موفق ويكون احرز اللقب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا استاذ عصام. طبعا كان معانا استاذ عصام شلتوت رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا بالتفاصيل الكبيره عن مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي التونسي، هذه المباراه الهامه طبعا مع ختام الحلقه النهارده. ندعي ربنا كده ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للنادي الاهلي بدايه في مباراه الذهاب تكون نتيجه جيده، مش عايزين نقول مريحه لان صعب، اكيد مباريات بتبقى صعبه ما بين الاهلي والترجي، لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق بدايه من مباراه الذهاب، ومن ثم ان شاء الله مباراه العوده، ومن ثم ايضا التاهل لكاس العالم للانديه بعد الفوز بهذا اللقب الغالي. كل التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه. استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله من برنامج كلام في الميديا. الى اللقاء.